بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهديني ومشاهداتي الأعزاء والعزيزات، مشاهدي قناة عمرو جرانة على اليوتيوب. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن مشكلة كانت بتواجهني الشهر اللي فات كله مع بعض من حضراتكم. كانت المشكلة هي إدارة العلاقات على الإنترنت. المشكلة التانية اللي هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله هي مشكلة فرق السن، فرق السن اللي بيعمل مشاكل بعد الجواز. خلي بالكم من الكلام، فرق السن اللي بيعمل مشاكل قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ فرق السن مشاكله ما بتبانش إلا بعد الجواز. أنا ما قلتش فرق السن مشاكله بتبان فترة الحب، ما بتبانش في فترة الحب وفترة الإعجاب والأستكة واصطياد الآخر، ماشي؟ ما بتبانش في فترة الخطوبة إلا فيما نظر. مشكلة فرق السن ما بتبانش إلا بعد الجواز، بعد دق المزاهر يلا يا أهل البيت تعالوا، بعد ما الباب يتقفل، بعد لما شهر العسل ينتهي، وبعد لما الطاقة والفوران اللي جوانا الإعجاب الجنسي، واللي مش مصدق يرجع للحلقة بتاعت الدليل العلمي على عدم وجود حب قبل الزواج بين قوسين عند الرجال. بتتكلي عشان خاطر البنات بتقعد تتكلم وتبرع تقول يا كابتن انا ما بحسش بالكلام ده وحضرتك غلطان وازاي بتقول. وبالنسبه للناس اللي بتقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ارى لا ارى للمتحابين الا الجواز وده معناه وجود حب، لا مش معناه وجود حب. انت حسيت انك بتحبها وانت حسيت انك بتحبيه، احساسكم كده متخيلين كده، قدامنا نعمل ايه؟ نترافق نتصاحب ولا نتجوز؟ يبقى نتجوز. طب وبعد الجواز؟ يبقى هيتقلب الى القيمه العظمى اللي ربنا خلقها بقى، اللي هي ايه؟ موده ورحمه. ربنا قال لك وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه وجعلنا بينكم موده ورحمه. لا، موده ورحمه، قالش حبا ولوعه، ما قالش حبا ولوعه، قالش غراما وانتقاما، ما قالش غراما وانتقام. طيب اللي احنا بنحس بيه ده كان موجود من ايام النبي؟ موجود من ايام 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 ايام. اللي خلى قابيل يقتل هابيل كان ايه؟ خلى قابيل يقتل هابيل كان ايه؟ كان اعجابه الصوره الذهنيه ان دي احلى من دي ودي كانت ماتشنج السيكشوال ستاندردز دي. لا، عند الرجال. محدش بقى بعد كده يجي يقول لي وحديث النبي عليه الصلاه والسلام ان ليس الا للمتحابين الا الزواج وهذا علامه على وجود حب. لا، مش معناه علامه على وجود حب خالص. اللي انت بتشعر بيه ده انت مترجمه حب، يبقى تتجوزها. يبقى ايه؟ تتجوزها. قالش تصاحبها؟ قالش تصاحبها. قالش تبقى صديقاتي؟ قال لك لا، غير متخذاتي اخدان. فهمنا ولا نقول كمان؟ ما نقولش كمان، خلينا في موضوع الحلقه. فرق السن مش هيبان ما بينك وما بين اللي انت اتجوزتيه الا بعد الجواز. طيب بصي بقى، بصي يا ابني انت وهي، بصي يا بنتي انت وهي. البنت اكبر من الراجل عقليا ونفسيا بخمس سنين. البنت أكبر من الراجل وأكثر نضجا منه بخمس سنين عقليا ونفسيا. هي الطيارات ورانا ورانا ولا ايه؟ طيب نرجع تاني بعد ما الطيارة عدت. عشان كده يقول لك ايه؟ ان فرق السن لازم يكون الولد أكبر من البنت بخمس سنين على الأقل. ده من زمان، من زمان قوي، لأن العربي القديم أدرك بفطرته ان الست بتبقى اكبر من الراجل. طب ليه الست اكبر من الراجل او البنت اكبر من الراجل؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق البنت الوظيفه وخلق الراجل لوظيفه تانيه خالص. الاثنين بيتكاملوا مش بيتضادوا. الاثنين بيتكاملوا مش بيتضادوا. الدليل العلمي يا عم الكابتن، اقرا سوره الليل، افتح اخر القران كده في الصور النهائيه للقران وشوف سوره الليل، تلاقي ربنا بيتكلم عن الليل والنهار، تمام؟ وبيتكلم عن الفرق ما بين الليل والنهار. قالش ربنا الليل احسن من النهار؟ ما قالش الليل احسن من النهار. قالش النهار احسن من الليل؟ ما قالش النهار احسن من الليل. طب ربنا عمل ايه؟ ربط الليل والنهار وقال لك ايه؟ وكذا بالذكر والانثى، تمام؟ وقال في الاخر ايه؟ ان سعيكم لشتى. يبقى الليل والنهار والذكر والانثى الاثنين شبه بعض، سعيهم شتى يعني مختلف مش متناقض. طب ليه البنت أكبر عقليا ونفسيا من الراجل؟ لأن البنت هي مصنع الرجال، أو الأم اللي هتبقى أم، يعني البنت اللي هتبقى أم يعني تبقى مصنع الرجال. مصنع الرجال لجوزها، هي تقوي جوزها هتوقعه، هتربي عيالها
يطلع رجاله يطلع لا مؤاخذه صح. هتربي البنت اللي هتربي بنتها يطلع ام ناضجه وصالحه يطلع خضراء الدم مش كده ولا ايه؟ طيب البنت لان هي هتشيل المسؤوليه فربنا خلقها انضج من الراجل عقليا ونفسيا بخمس سنين. ام المصريين القدماء والفلاحين القدماء طلعوا مثل يقول لك ايه؟ البنت تعشش والراجل يطفش. معناها ان البنت بتعرف تعشش على بيتها وبتعرف تحاجي على بيتها. طب الست اللي ابنها اللي جوزها بيموت عيالها بتضيع؟ لا عيالها ما بتضيعش، بتاخد بعد شويه جائزه الام المثاليه. مش بتكلم على الرقاصه، بتكلم على الام المثاليه اللي بجد بتاخد ام مثاليه. ام مثاليه، عمركم شفتوا جائزه اسمها جائزه الاب المثالي؟ لا. ليه؟ لان المفروض ان الانثى دي هي اللي بتبقى ضعيفه وهي اللي بتبقى محتاجه القوه والدعم، وعلى الرغم من كده وقفت وكافحت وصد. لكن كتير من الرجاله اللي زوجاتهم ماتت كتير وليس كلهم، عيالهم ضاعوا منهم وعيالهم باظوا منهم، وقليل جدا من الرجاله يقول لك انا قفلت حياتي على عيالي وبقيت اب وام وبعد كده جد للعيال. دول قليلين. اذا القاعده ان الام تبقى هي اللي بتعشش وان الراجل هو اللي بيطفش، ولا كل قاعده ايه شواذ. طيب ده كان زمان ايام البيئه الزراعيه او البيئه الرعويه في الخليج، لما ما كان الست بتطلع من خيمه ابوها او بيت ابوها الى خيمه جوزها او بيت جوزها، لا بتتعلم ولا بتشتغل. يبقى هو جوزها اكبر منها بخمس سنين، يعني هما الاثنين قد بعض، يقوموا يعرفوا يتفاهموا مع بعض، يقوموا يعرفوا يتكلموا مع بعض. طب لو اضفنا عامل التعليم، البنت اتعلمت والولد اتعلم، البنت اشتغلت والولد اشتغل، يبقى الفرق في السن برضو خمس سنين؟ لا، الفرق في السن البنت بتسبق بالتعليم، بتسبق بالشغل، بتسبقه بقد ايه؟ بتسبقه بكتير. بقى في الزمن التكنولوجي وزمن الاتصالات اللي احنا فيه بتبقى عندها قدره ان هي تشوف دون وتشوف دون وتشوف ده. قبل كده ما كانتش بتعرف غير الراجل اللي بيخش لها الخيمه او اللي ابوها بياخده كده من ايدها يوديه عند جوزها، ما كانتش بتشوف غيره لا قبل الجواز ولا بعد الجواز. لكن دلوقتي بتشوف غيره وغيره واللي غيره وغيره وبتشوف كل حاجه، فبالتالي عندها القدره على التقييم، عندها القدره ان تقول ده راجل عنده قدره على اتخاذ القرار، ده راجل ما عندوش قدره على اتخاذ القرار، ده شاب شكله كبير لكن عقله صغير. البنت من جواها بتحتاج ايه؟ قبل ما اقول لكم البنت من جواها بتحتاج ايه، اقول لكم خلي بالكم من قاعده. هذه القاعده انا اكتشفتها من ملاحظتي 8 سنين في حل مشاكل المتزوجين والمتزوجات والمخطوبين والمخطبات والمتحابين والمتحبات. ماشي. ان الشاب تحت سن ال 30 سنه في هذه الايام، في هذه الايام بين قوسين هذه الايام، ايه الايام دي؟ الايام اللي ما فيهاش خير، الايام اللي ما فيهاش بركه، الايام اللي فيها تكنولوجيا، الايام اللي فيها اتصال عالي جدا ما بين الولاد والبنات، الايام اللي البنات بتشتغل فيها والولاد قاعدين على القهاوي. وهذه هي القاعده، لان حتى الشركات اكتشفت ان البنت لما بتحملها وظيفه بتنجح اكتر من الراجل، عندها عزيمه اشد من الراجل، عندها مصابره اكتر من الراجل. البنت اللي بتشيل العيل في بطنها 9 اشهر والراجل لو شاط دمبل 3 4 كيلو ساعتين 3 يقول لك اي دراعي. شفت ان ربنا ادى المراه قوه اشد من الراجل ازاي؟ ربنا اللي اسمه ربنا بيقول الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. طب ليه يا رب؟ قال لك لان الست عندها القدره على تغيير راي الراجل والتحكم في رايه وتغيير قراراته والتحكم في مسار قراراته. فربنا بيقول لنا اطمنوا، ما عنديش واحده تصحى ثاني يوم الصبح تضغط عليا ضغطتين وتنكد عليا نكدتين او تتلاعب في رايي وتخليني اقوم القيامه بدري، او ادخل دول الجنه وادخل دول النار عكس اللي انا قلته لكم في كتابي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. طب والولد؟ قال لك هو في حد بيكفي أبوه على دماغه غير الولد؟ يخلي الأب يسرق عشان الولد ومراته عشان يجيب لها، يخلي الأب يكذب عشان الولد. وعشان ربنا غني عن كل الكلام ده. إذا فده اعتراف إلهي للي بيفهم واللي بيفسر، والتفسير ده للشيخ الشعراوي مش ليا بالمناسبة، إن الستات بيتحكمن في قرار الرجالة. وربنا بيقول لنا اطمنوا ما عنديش اللي عندكم، لا عندي واحدة تتحكم في رأيي ولا عندي واحدة تمشيني. يبقى اذا الست بتبقى اقوى نفسيا واقوى عقليا من الراجل. الشاب تحت سن ال 30 سنه في هذه الايام بيبقى عيل صغير ما بيفكرش الا بعقليته الجنسيه،
تحت سن الثلاثين سنة بيبقى شاب صغير ولا يفكر إلا بعقليته الجنسية. يعني إيه العقلية الجنسية؟ يعني لما بيشوفك بيعجب بيكي بيلاقيكي ماتشنج السكشوال ستاندردز. نرجع برضو للحلقة بتاعت الدليل العلمي على عدم وجود حب قبل الزواج عند الرجال للشرح، يقول لك عايز يتقرب منك، يتقرب منك ليكي بنت محترمة ما تعرفش تصاحبها، ما تعرفش تقيم معاها علاقة غلط، اتجوزها. وبعد الجواز فلما قضى فلان منها وطرا عمل ايه؟ بدا يشوف المشاكل وبقى انا مش عايز كده، انا كنت فاكر الحياه بوس وحضان وسيكو سيكو والسلام عليكم. لا يا فندم، الحياه مش بوس وحضان وسيكو سيكو والسلام عليكم، الحياه هي السلام عليكم، هي السلام عليكم اللي في الاخر، اللي في الاخر دي اللي ايه هي دي. طب وده الحته اللي بتزين بيها الحياه، الحتة اللي على رأي أحد العلماء قالك دي السكراية أو البنبناية أو الشوكولاتاية اللي ربنا حطها لنا عشان تدي شوية سكر للحياة. بعد كده هتلاقي الحياة فيها مشاكل، وهتلاقي الحياة فيها عيال، وهتلاقي المشاكل العيال عندهم محتاجين فلوس، والعيال محتاجين رعاية، مشاكل 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 مشاكل. لكن شهر العسل بيخلص بعد 30 يوم. فلما بتتجوزي واحد اختارك بعقليته الجنسية يبقى عمر سعادتك الزوجية تساوي شهر العسل، لانه بعد كده هيبدأ يهدى من ناحيتك ويبدأ يبصلك ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا، انا ما عنديش القدرة اساسا ان انا اتحمل القرف ده كله، انت من ناحية وانا من ناحية، وتلاقي نفسك تك خدت لقب مطلقة. طيب انت بتقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ ما بقلفوش من عندي، ما قلت لكم دي المشاكل اللي كنت بدلها الشهر اللي فات، وده اللي خلاني اتاخر على حضراتكم في اصدار هذه الحلقات لاني كنت مشغول بحل هذه المشاكل. في واحده عدت من فرق السن، واحده بس عدت من فرق السن، جزء اصغر منها بسنتين عدت من فرق السن. ليه؟ لان هو شخصيته وامكانياته العقليه والنفسيه اعلى منها بكتير. العيب فيه ولا فيها؟ العيب فيها هي، هي اللي ضعيفه، هي اللي ما عندهاش خبره، هي اللي عمرها ما اشتغلت. يبقى اذا هذه هي القاعده، ولكل قاعده شواذ. اوعي تقولي انا ومحمد انا وحبيبي هنبقى من الشواذ. لا لا اسف، اعتبري انك انت تنطبق عليك القاعده زينا كلنا، واللي بيجيبنا ورا واللي بيخرب بيوتنا ان احنا بيتهيأ لنا بعواطفنا ان احنا مش هنبقى زي غيرنا. اللي بيحصل لغيري عمره ما بيحصل لي، it will never happen to me، وده انا شرحته في الحلقه اللي فاتت. البنت وضعها مختلف في المرحلة دي. ليه؟ لأن البنت ربنا خلقها لإقامة الحياة الزوجية. فالبنت تحت سن 30 سنة وتحت سن 20 سنة كمان، لو واحد دخل اتقدم لها وانطبقت عليه الشروط اللي موجودة في الحلقة بتاعت حتى لنذهب إلى المأذون مرتين، وكملناها بالشروط والقواعد الموجودة في الحلقة اللي تحت اسم للبنات الواو فقط، تخش البيت تعيش حياة رائعة. ليه؟ لأن هي ربنا خلقها للحتة دي، ربنا خلق. والبنت تعشش والراجل يطفش، والبنت عمرها ما تحب اتنين. على رأي شادية، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده للبنات ولا للولاد؟ للبنات. مصيبتنا، مصيبة البنات ان هي بيتخيلنا بيتوهمنا ان اللي هم بيحسوا بيه واللي هم بيفكروا فيه، بما ان الراجل مخلوق كائن زيه بياكل ويشرب زيه يبقى بيفكر زيه. لا، هو يحب واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ويحب الاربعه زي بعض، لكنه ما بيقدرش يعدل لا ماديا، واذا عدل ماديا يمكن تكون في واحده اعلى منهم يحبها اكتر شويه. مين الواحده دي؟ اللي بتحتضنه كأم. تاني، اللي بتحتضنه كأم، ده مش موضوعنا مش هنتكلم فيه، بس خليكم حاطينها في دماغكم. البنت وضعها مختلف. يعني ايه؟ يعني البنت اللي تحت ال 20 سنه 15 16 17 سنة تعتبر طفلة في البيئة الفلاحين والبيئة الريفية والبيئة الصحراوية، لإخواتنا اللي عايشين في الخليج ممكن تتجوز وممكن تنجح طبيعي جدا، مفيش أي مشكلة عند البنت. المشكلة عند الواد إنه بيفكر بعقليته الإيه؟ والورايا الإيه؟ الجنسية. والعقلية الجنسية دي بتنتهي إمتى؟ بعد شهر العسل. بتقول الكلام ده ليه؟ عشان المشاكل انا كنت قاعد بحلها، كلهم زي بعضهم، كلهم زي بعضهم، ما عدا حالة واحدة. واحدة من خمس حالات ده اللي انا كلمتهم واللي انا شفتهم. لكن الكتب بتقول ايه؟ الكتب بتقول ان هي دي القاعدة، ولكل قاعدة شواذ، وشواذ القاعدة بيبقوا قليلين جدا جدا. السؤال دايما اللي بتسأله، تيجي بنت تكلمي تقول لي اصل بصي يا كابتن انا بحب حضرتك احمد، بحب احمد، واحمد حضرتك اكبر مني بسنه ونص، اكبر مني بسنتين،
طب ايه يا كابتن ايه؟ ممكن حضرتك يكون عقليته اكبر من عقليتي، عقليته ممكن تكون اشد ونفسيته ممكن تكون اشد. عقليته اشد ما بتظهرش الا بعد الجواز. بعد الجواز مراتي علمتني مثلا زمان قوي من 10 سنين لما اتجوزنا، قالت لي لا تذم ولا تشكر الا بعد سنه وست اشهر. سنه وست اشهر منين؟ من الجواز. ليه من الجواز؟ لان الجواز فيه المواقف الحياتيه الحقيقيه. اثناء فتره الخطوبه هتظهر بعض المواقف الصغيره، هتنحسر في ايه؟ الشبكه، هتنحصر في إدارة مشاكله مع المبيضين والكهربائية، هتنحصر مشاكله في مشكلة حصلت ما بينه وما بين حماته اللي هي أمك اللي أبوكي، حاجات صغيرة. لكن الحاجات البيج ديلز، البيج بروبلمز، المشاكل اللي محتاجة إدارة مش هتبان لك إلا بعد الجواز. بعد الإيه؟ بعد الجواز. يبقى لا تظهر قبل الجواز لعدم وجود مواقف حقيقية، بتظهر بعد الجواز لوجود المواقف الحقيقية، ممكن تظهر شوية أثناء فترة الخطوبة. طب كيف تعاملت البنات مع المواقف أثناء فترة الخطوبة؟ تعاملت من منطلق معلش أصلي بحبه وممكن يتغير في يوم من الأيام. لا مش هتغير، هتلبسي زي ما صحباتك لبسوا في الحيطة يعني، هتتغرزي زي ما صحباتك اللي بيكلموني وزمايلك اللي بيكلموني، مشاهداتي اللي بيكلموني زي حضرتك كده، اتغرزوا بعد الجواز. وطبعا هما بيستشيروني ايه؟ عايزين نتطلق. الطلاق ليس هو الحل الاول وانما هو الحل الاخير بعد ما بندير العلاقات. كيف ندير العلاقه؟ كل واحده بتختلف عن الثانيه. ما اقدرش اقول لك ندير العلاقه بالطريقه الفلانيه 1 2 3 4 لان حالتك غير حالتها غير حالتها. طريقه تعامله مع المشاكل الطفوله بتاعته بتاعت ده تختلف عن ده بتختلف عن ده. واحد مشاكله في الفلوس، واحد مشاكله في امه، واحد مشاكله في الغتاته بس. فكل واحد غير التاني، ما ينفعش ادي حلول لكل الحالات. لكن لما حد فيكم بيكلمني بحس بانلايزنج بحلل المشكله، ولا لا ده انت الحل بتاعك الاولاني واحد، الحل التاني ده ده حل ده غير ده غير ده غير ده. كل واحده من الخمس بنات اللي عندي او الخمس ستات اللي عندي اللي هم اتجوزوا وخبطوا في الحيطه وبيقولوا عايزين نتطلق، اصبري عشان خاطر دي غير دي غير دي غير دي. الخمسه كلهم ما بياخدوش نفس الحلول. طيب كاتبين ايه هنا تاني اللي عندي؟ كاتبين بعد انقضاء شهر العسل بتبدا الحياه بتبان، فاوعي تخلي ده في مشكله تانية. تيجي تقول لك كابتن هو من وجهه نظر حضرتك الفرق السني بقى كويس ولا مش كويس؟ يعني فرق السن 10 سنين ده from my own point of view ان 10 سنين ده انا مش عارف اتفاهم معاه. اقول لها انت في واحد متكلم عليكي؟ تقولي لا. اضغط عليها شويه تقولي اصل محمد جاري. انا اي حد عندي اسمه محمد واي بنت اسمها منى، احمد، منى، محمد كده، عشان لو تصادفت بالاسم يعني ما تقولش بتتكلم عليا. بصراحه هو اكبر مني بسنه. ده انت بتعلني مبدا عشان تقنعي نفسك وتضحكي على نفسك. طب اضحكي على نفسك يا حبيبتي، انت جاي تساليني ولا جاي تقنعيني اسقف لك واقول لك انت صح؟ انا مش جاي اساعدك، انا مش جاي اطبطب عليك، انا جاي اقول لك الصح فين والغلط فين. انت مش مقتنعه ولا بتقنعي نفسك انك مش مقتنعه ان فرق السن الكبير كويس؟ طب حضرتك شايف ايه؟ اروح اعمل الحركه الظريفه قوي، اروح مكلم الخمسه البنات التانيين اللي هم في سنها اللي متجوزين وعايزين يتطلقوا واستاذنهم يا جماعه اختكم فلانه الفلانيه عايزه تتناقش معاكم، زي جروب ثيرابي كده اللي بيعملوه دكاتره امراض النفسيه اللي عنده استعداد يعني يقعد يعمل جروب ثيرابي. استاذن فلانه وعندنا وخلانا اديهم رقم التليفون يتكلموا معاهم يتناقشوا معاهم. تكتشف البنت بعد شويه ايه؟ اثناء فتره الحب والخطوبه الخمس ستات دول كانوا ماشيين مع خطابهم بنفس الخطوات اللي هي ماشيه فيها مع الواد اللي هي بتحبه. قال لها نفسك، قال لهم جوازهم، قالوا لهم نفس الكلام، وعدوهم نفس الوعود، بيتصرفوا في المواقف نفس التصرف، الرياكشنات وردود الافعال بتاعتهم هي هي. دي زي الخمسه دول. اللي يخلي ده ماشي زي الخمسه دول في كل حاجه تبقى النتيجه ايه؟ قياس. دول ماشيين زي دول، بيتكلموا زي دول، التصرفات زي دول، الخناقات زي دول، المشاكل زي دول. يبقى انت حياتك هتنتهي، يبقى انت فكرك وحياتك هتنتهي زي مين؟ زي دول عايزين يتطلقوا. طب ما نبدا من الاول ونتقي شر المشاكل. ما في بني ادم ذكي بيحاول يبدا من حيث انتهى الاخرون، وفي بني ادم غبي يحب يثبت ان النار بتلسع يقوم يولع النار ويحط اصبعه اي دي لسعتني. في ناس كده، في ناس كده،
في ناس كده. بس خلي بالكوا ان كلمه مطلقه بتدخلنا في كريتيريا تانية خالص. كلمه نفسخه الخطوبه مش قصه اي دونت كير. يعني انت دلوقتي لو مخطوبه وخطيبك قدك في السن او اكبر منك بسنه سنتين او ثلاثه معناه انك انت اكبر منه فعلا. يعني لو هو قدك يبقى انت اكبر منه بخمس سنين، لو هو اكبر منك بثلاثه يبقى انت اكبر منه بسنتين. لو انت بتشتغلي وبتشتغلي في شغلانه قياديه وشغلانه فيها تفكير ومديره مثلا تبقى انت اعلى منه بكتير. بقى انسي القصه دي كلها الا اذا انا كاتبها هنا، الا اذا كان هو ضابط من ضباط الجيش. اي حتة في الجيش لا الصعقة الجيش بصفة عامة، لان الجيش بيقلب من العيل الراجل. ضابط الجيش بيتقلب من العيل الراجل. فده بيختلف. انا بتكلم على العيال التانية المدنيين اللي انا كنت في سنهم واحد منهم. لكن ضابط الصعقة مثلا ده لا ما فيه ده ما لوش حل. ده راجل راجل. ده يعني لو اصغر منك بعشر سنين يحط جنب اربع خمس. ليه؟ اتعلم عاش عيشة قوية، عاش عيشة صعبة، اتعلم يعني ايه حياة، اتدرب في الجيش على اتخاذ القرار، بيعرف يدير شؤون حياته باصعب انواع الاشكال. اذا انا بستثني ضباط الجيش وضباط المخابرات وضباط امن الدوله. وطبعا الثلاث مهن دول انا عندي ثلاث مشاهدات عندهم نفس الثلاث مهن دول، صاعقه، مخابرات، امن دوله. الثلاثه دول مختلفين فعلا، مختلفين، والمواقف اثبتت ان هم فعلا مختلفين. والتجارب اللي انا حطيت البنات فيها يعملوها مع خطابهم النتائج جاءت فعلا ان هم مختلفين. وهم دول بقى يبقوا ايه يا فندم؟ شواذ القاعده. طيب بعد انقضاء شهر العسل بتبدأ مواجهات الحياة، فتبدأ العقلية الحقيقية والقدرة الحقيقية على إدارة الأزمة ومواجهة المشاكل. واحد بيواجه والتاني بيهرب، واحد يبدأ يقول لك أحبوش أنا مش متجوزك عشان كده. طيب إيه اللي هيحصل يا كابتن؟ هيحصل ما يسمى، ده وضع طبيعي جدا ما بين أي راجل وأي ست بيتجوزوا، الصراع على السلطة في البيت. أنا عايز أحكمه وهو عايز يحكمني، هو عايز يمشيني بالجزمة وأنا عايز أمشيه بالجزمة. المثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، والراجل يقول لك لا أنا كلمتي هي اللي هتمشي في البيت. يقعدوا زي الديوك يتصارعوا على السلطة، وفي الآخر الحياة أصلاً ما فيهاش سلطة في البيت. الحياة أصلاً فيها الراجل بيحتاج الاحترام والبنت بتحتاج الأمان. تدي له احترام يديكي أمان، تدي له احترام يديكي إيه؟ يديكي امان. تزرعي الزرع بالميه يطلع لك زرع، ترشيه بالدتول يموت. الراجل تدي له احترام يديكي ايه؟ يديكي امان. طب الست بتسعى الى ايه؟ بتسعى الى الامان اللي هو بيسموه ايه؟ الاحتواء. طب قعدت افكر يعني ايه الاحتواء؟ يقول لك انا كابتن عايزاه يحتويني. طيب واحد يقول لي انا كابتن بديها الاحتواء، اقول له يعني ايه الاحتواء؟ يقول لي ها؟ ما حضرتك ايه وجهه نظرك؟ انت وجهه نظرك عن الاحتواء يعني احتواء؟ يعني الحب؟ لا يا فندم الاحتواء مش يعني الحب. طب الصرف عليه؟ لا يا فندم الاحتواء مش الصرف عليه. طب اللي هو ايه؟ الاحتواء في الاخر ده انا ما حسيتوش الا لما خلفت بنتي. ايه الاحتواء دوت؟ اللي هو الموده والرحمه، اللي هو بتعامل معاها زي ما بتعامل مع بنتي بحب وموده وطيبه وكل حاجه. وساعة لما بنتي تغلط فيا أو تقل أدبها عليا بعاقبها، لكن بعاقبها بالإيه؟ بالرحمة. ما بعاقبهاش بالجزمة، ما بعاقبهاش بالكرباج، بعاقبها بالرحمة. في بعض الستات لما جوازهم بيعاملوهم بالرحمة بيعتبروا إن جوازهم دول ضعفة، فأنا بقول للجوز ده اقلع الجزمة واديها على دماغك عشان تدوق جزمتك وبعد كده تدوق رحمتك. ده حالات اكستريم كيسز، هي دي الشواذ، شواذ القاعده. فبالتالي مين يقدر يديلك الاحتواء ده؟ وان واحد اكبر منك بقد ايه؟ انا شخصيا كعمر جرانه بقول من 10 ل 15 سنه، من 10 ل 15 سنه بيبدا يتعامل معاكي كانثى، وساعه المشاكل بيبدا يتعامل معاكي كطفله. واحده دلوقتي تقولي 15 سنه كتير قوي يا كابتن، انا بقول من 10 الى 15، ما قلتش 10 15، انا اقول من 10 الى 15. يعني ممكن تبقى 8، ممكن تبقى 9، ممكن تبقى 10 11 12، اب تو 15 سنه. طب بعرفه ازاي يا كابتن؟ بتلاقيه داخل لك يا حبيبتي البيت من بابه. لا يا كابتن اصل انا حضرتك ما بحبش ان انا اتجوز بالطريقه دي، هي دي الطريقه دي اللي بتنجح.
لا يا كابتن، اصل الحياه الحديث هم في امريكا دلوقتي بيسموها مارج ارينجمنت. الدكاتره بتوع امريكا اللي كاتبين كتب دلوقتي بيقولوا، بينصحوا البنات الامريكانيات ان هم لما يجوا يتجوزوا جواز بس، عايزه تحبي حبي، عايزه تصاحبي تصاحبي، عايزه تعملي علاقات جنسيه حره اعملي علاقات جنسيه حره، ده في امريكا. لكن ساعه الجواز اتجوزي بالطريقه المظبوطه. وما هي الطريقه المظبوطه؟ كلهم اجمعوا على انه مارج ارينجمنت. ايه هو المارج ارينجمنت؟ اللي احنا بنسميه جواز الصالونات. طب ليه؟ قالك ان محدش فيهم بيخدع حد، بيشوف البنت بتشوفه في التقبل الذهني والتقبل الجنسي والكلام ده كله، مفيش حد بيضحك على حد عشان يوصل لحاجه. فبالتالي بيحط ورقه على الترابيزه، بتحط ورقك على الترابيزه. في بنت يابانيه اسمها ريكو تاناكا، قالت لي، هي اسمها كده ريكو تاناكا، تاناكا ده زي محمد يعني، تاناكا في اليابان ده زي محمد في مصر كده ماشي، وريكو زي فاطمه كده، حاجه اسم شعبي يعني. قالت لي ان في اليابان عندنا هناك فرق شاسع جدا ما بين السكس وما بين الحب وما بين الجواز. السكس حاجه والحب حاجه والجواز حاجه تانية خالص. الجواز له اسس وقواعد، اما السكس رغبه، اما الحب يعتبر الرغبه هي الرغبه والتماسل، هم اللي بيبقوا الرغبه والتماسل الفكري هم اللي بيبقوا ماشيين. اما الجواز ليه مقومات تانية، مقومات البنيه الاساسيه، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقات سابقه عشان ما نكررهاش. ماشي ماشي. بتدوري على الاحتواء، اكيد عيل زيك مش هيحتويكي، اكيد واحد في سنك، انت في 23 سنه هو 23 سنه مش هيحتويكي. 23 سنه، هي 23 سنه ده يبقى راجل يا بنت منك ليها؟ ده عيل صغير عنده 23 سنه يعني عقليته الجنسيه اللي شغاله. طب ظروفه ايه؟ طالب في الجامعه بس بيحبني يا كابتن، يجيني وقت ان هو يتجوزني. اتكلمنا فيها الحلقه في اللي فاتت بتاعت اوعي من النت يا بنت. عيل صغير، اصل حضرتك العيال الصغير ده ممكن يكبر، بس لما يكبر هو هيرميكي. ماشي ماشي. طيب لما نخش البيت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في صراع على السلطه. طب ايه اللي هنشوفه من البيت؟ زي ما كل زمايلك، زي ما كل الكتب، زي كل الاحداث والمشاكل اللي بديرها يوميا تقريبا او اسبوعيا بتقول. بتقول ايه؟ بيستخدم معاكي العنف في كل المواقف الكبيره او الصغيره. ما بيعرفش يتفهم بلسان، بيعرف يتفهم بالضرب. الضرب ده المفروض ده اخر حاجه، ومفروض ما بنستخدموش الا لما تبقى بنت او ست زوجه قليله الادب. وفي في ستات قليله الادب، في ستات فعلا قليله الادب مش هتكلم عليهم دلوقتي، بس فعلا قليله الادب بتبقى محتاجه انها تفوق. في ستات كده، واحده ست تقول لي يا كابتن انا بستنى جوزي يضربني ليه؟ اصل انا ما بمشيش غير بالضرب، ليه؟ اصل انا اتعودت من صغري ان انا ما بمشيش غير بالضرب. دي سبيشال كيسز مالناش دعوه بيها وما بنتكلمش عليها، بس دايما تكتشف ان الراجل جوزك ده لو اصغر منك في السن او قدك او اكبر منك بسنه اثنين ثلاثه لحد اربعه لحد خمسه، دايما بيتعامل معاكي بلغه الامر، افعلي نفذي. واحده ثانيه تقول لك ليه هو متجوز ضابط جيش؟ لا يا حبيبتي، ضابط الجيش مش هو الوحيد اللي بيدي التعليمات واوامر، بل بالعكس ده ضابط الجيش ديمقراطي اكتر مني ومنه. ليه؟ مش هنتكلم في الموضوع ده، مش هتفهموه دلوقتي، مش مجاله، مش مجاله. بس بتلاقي ان الراجل ده يقول لك اعملي كذا، عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش اطلعي بره. ده في اصغر المواقف يعني، الراجل اللي يعمل كده تبقى في مواقف كبيره فيها عند فظيع من المراه، لكن ده في اتفه المواقف، اتفه المواقف اللي فيها اكل وفيها شرب وفيها كباب عبيط ممكن يعديه. طب الراجل الكبير بيطنش ما زي بنته او زي اخته الصغيره يعني، بيعرف صغيره بالنسبه له فبيعرف يحتويها، وهي كمان بتنظر له على انه كبير وعنده خبره في الحياه والحياه علمته. اكسكلودينج ضباط الجيش، ضباط الجيش خاصه الصاعقه، ضباط المخابرات وضباط امن الدوله، اللي هم اتربوا على حياه خشنه واتربوا على التفكير واتربوا على انه يحط نفسه في موقف اللي قدامه. الراجل بتاع الصاعقه اصعب الظروف، الراجل بتاع المخابرات التفكير المنطقي والتفكير العقلاني بعد انقضاء الموقف، يعني هو ممكن تعصبيه يتجنن يتجنن، بعد شويه يبدا يطلع بره الموقف يبدا يفكر. امن الدوله نفس القصه، لانه مخابرات داخليه، ليه؟ اتعلم طبيعه حياته وطبيعه عمله وصبغته بهذه الصبغه. طب ظابط الجيش اللي بيدي تعليمات، لا ده بيتفق معاك الاول، بيتفق معاك الاول هنعمل كذا كذا في المواقف دي ونعمل كذا كذا في المواقف دي، اه اتفقنا خلاص تنفذي تضربي تعظيم سلام. تيجي بعد كده انت تكسري القاعده بتلاقيه بيبقى صارم معاكي، لان احنا اتفقنا على كده. مش كده ولا ايه؟ طب انت كابتن اتعلمت الكلام ده منين؟ كنت انت ضابط جيش قبل كده؟ اقول لك لا، من الستات اللي متجوزين ضباط جيش، لما بنيجي نعمل اناليسس كده بنكتشف ان هو ده الطريقه بتاعت ضباط الجيش، بيتفق مع مراته الاول وبعد كده بيبدا يدي التعليمات والاوامر.
واحده منكم تقول لك لا 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 انا جوزي او خطيبي مش ضابط جيش، خطيبك تنسيه مفيش اتفاقات ما بينكم دلوقتي. جوزك ممكن يكون اتفق معاكي بس انت اللي مش واخده بالك، ممكن تكونوا اتفقتوا بس انت اللي نسيتي. نسيت هي دي حاجه تتنسي يا كابتن؟ اه نسيت. عسى ان تذكر ربنا بيقول في القران ان تذكر رجل وامرأتين ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى. الستات ممكن تنسى الاتفاقات لكن عمرها ما تنسى العواطف. ماشي. طيب ليه بيستخدم العنف يا جماعه؟ لانه من قرارة نفسه من غير ما تعملي اي حاجه من جواه بيشعر انك انت الاقوى. يا كابتن والله العظيم ثلاثه انا ما عملت اي موقف او اي تصرف يدل على ان انا مسيطره او متحكمه، حقيقي مصدقك، لكن تصرفاتك الطبيعيه التي تصدر بدون وعي منك، تصرفاتك الطبيعيه التي تصدر منك بدون ان تعي بتبعت له رساله غير محسوسه وغير ملموسه ان دي اقوى مني، دي عندها حسن تصرف، دي بتفهم عني. طب اللي بتفهم عني دي هتحكم فيها ازاي؟ ده عقله الباطن اللي بيشتغل مش عقله الواعي. اذا التحكم فيها يكون بالشبشب، التحكم فيها يكون بالجزمه، التحكم فيها يكون بالحزام لحسن هي اللي تتحكم فيا. ليه؟ مبدا الصراع على السلطه. الاب بيعلم عياله وبيعلم بنته القوه والقياده عشان لو مات يسيبها تعرف تقود حياتها. كذلك الراجل الاب الزوج الكبير بيعلم مراته ان هي تبقى تقود، بيسمح لها بفتره، بيسمح لها بمساحه من الحريه والقياده عشان لو لا قدر الله حصلت حاجه تبقى مراته مش تافهه ومش عبيطه وتعرف تتصرف. نفس البيزك برنسبل. يعني انت بتدعوني يا كابتن ان انا اتجوز واحد اكبر مني من 10 15 سنه، اي دونت كير. انا بقول ليس عليك هداهم، بس انا بقول لك ان فرق السن سنه 2 3 ده وحش. طب على الاقل ايه؟ على الاقل 5 سنين. لا يا كابتن انا بحبه اصغر مني بسنتين. براحتك. اكبر مني بثلاث سنين، من ثلاثه من خمسه ما ينفعش. براحتك. ليس عليك هداهم فلعلك باخع نفسك. لا لا لا، انا عليا ان انا اقول وعليا ان انا اعمل زي ما عملت قبل كده. اخلي كل مجموعه بنات مش مصدقين يتكلموا مجموعه بنات ما كانوش مصدقين وبعد الجواز بقوا مصدقين وعايزين وعايزين يتطلقوا. وبقول في الاخر لا تبرري لنفسك فرق السن الصغير. اوعي تبرري لنفسك فرق السن الصغير عشان خاطر انت عايزه توصلي لحل دلوقتي. الموضوع ده خلص، يتبقى المشكله الثالثه اللي هكلمكم فيها ان شاء الله باذن الله لو لينا عمر الجزء الثالث، اللي هو حبيبي متجوز يا كابتن، بحب واحد وطلع متجوز، اعمل ايه؟ اتجوزه ولا ما اتجوزوش؟ ده اللي هكلمكم فيه ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه اللي هسجلها النهارده برضو باذن الله زي اللي فاتت واعرضها لكم في ميعادها. سعدت بكم على امل اني اكون قد افدتكم. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم قناه عمرو جران على اليوتيوب، والى اللقاء.